السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم إحنا راح نكمل موضوع محاضرتنا اللي ضل علينا، اللي هو الأمينو جلايكوسايدز. طبعا بالنسبة للامتحان، العلامات أنا حطيت لكم إياهم وشفتوهم. أي حد عنده أي استفسار بيودي لي مسج، بس ما يكون أشياء عامة. الامتحان المود العلق مش عارف شو. أنا بالنسبة لي يعني براجع الاي تي عندنا في الجامعة، وحكوا لي ما في أي مشاكل في المودل. وزي ما حكيت لكم الأول، الامتحان مصمم لواحد دارس، يعني لن يكفي الوقت شخص بيمسك السلايدز وبيدور على الإجابة بالسلايدات. فالصح يعني الوقت كافي لواحد دارس وعارف الجواب، يا عارفه يا مش عارفه. والأسئلة بتعتمد على يعني موجودة من السلايدات وموجود يعني على الحفظ، حفظك وفهمك للمادة. ما فيها كالكوليشنز، يعني انت بمجرد ما تطلع الخيارات فيا الاجابه انت عارفها بتجاوبها صح يا ما بتجاوبها. هلا اللي بده يفتش في سلايدات او بده يفتش في ريفرنس او يفتش في تكست بوك اكيد مش راح يكفي الوقت، لانه مش مصمم الامتحان نكون هو عباره عن اوبن بوك اكزام. الاوبن بوك اكزام طريقتها انه بنعطى الامتحان وبنترك للطالب يوم كامل، وبكون اصلا اسئله لا منهجيه وخارج المنهج. فمعليش نستوعب هاي الفكره، ما يجينا حدا يحكي لي الوقت ما كفى، لانه في ناس حلوه بنص ساعه وانهوا امتحانه بنص ساعه، وهو فعليا يعني معك 45 دقيقه. فاي حدا عنده اي تعليق او اي استفسار بخصوص اي سؤال اشكل عليه يودي لي اياه بمسج خاص لو سمحتوا. طيب احنا اليوم ان شاء الله راح يكون في عندنا موضوع الامينو جلايكوسايد تكمله لإله. الامينو جلايكوسايد زي ما حكينا احنا في المره الماضيه هم عباره عن شوجرز، وبتكونوا من 3 يونتس وعليهم امينو جروب. وحكينا في عندنا رينج 1 اللي هي الاهم، وفي عندنا رينج 2 اللي هي مرات بتكون بنتوز او هيكسوز او نان شوجر، وفي عندنا الرينج 3 واللي هي ما عليها كثير كيميكال موديفيكيشنز. وشفنا كمان في المره الماضيه لما حكينا عن الاميكاسين اللي هو سيمي سنتيتك من الكانامايسين، كيف انه زاد في ميزه انه صار مور ريزيستنت على البكتيريا. وجبنا كمان سيره النيومايسينز، وحكينا عن النيومايسين، وحكينا عن الجنتامايسين اللي هو عباره عن ناتشرال كومباوند، وحكينا انه فعليا يستخدم مينلي في حاله السودوموناس انفكشنز لما يصير عندنا سودو مونيميا، يعني اصابه تسمم بالدم بالسودوموناس. واجمالا الامينو جلايكوسايدز is not preferred to be used internally الا في life threatening situations، يعني لا تستخدم في الوضع الطبيعي لما يكون الشخص خلينا نحكي الانفكشنز العادية، فقط في life threatening situations. بالنسبة للنيومايسين، وسبق انه حكينا عن نيومايسين انه هو اصلا مخصص للtopical infections، وحكينا اذا اخذ اورالي لا يمتص فهو بيعالج locally الجي اي infections، وحكينا انه هو مناسب الا اذا كان في عندنا سودوموناس انفكشن، في هاي الحاله راح نضطر ناخذ الجنتامايسين بدل منه. احنا وصلنا اخر شيء كانت هون السلايد، اتوقع وصلنا عند الجنتامايسين. الجنتامايسين هو عباره عن ناتشرال على عكس الاميكاسين اللي هو السيمي سينثيتيك، وهو ايزوليتد من المايكرو مونوسبورا بيربرا، وبنلاحظ انه فعال على الجرام نيجاتيف بكتيريا، حاله حال معظم الامينو جلايكوسايد اللي هي بتكون افكتيف على الايروبيك جرام نيجاتيف بكتيريا. بالنسبه للكيميكال موديفيكيشنز اللي حاصله في الاستراكشر، فبنلاحظ في عندنا انواع من جنتامايسين سي 1 وسي 2 وسي 1 اي اللي هي بتختلف فيها الات بوزيشن 6 في الرينج 1 السبستيتيوشن اما على الكربون او على الان، اما مثل على الكربون او مثل على الان او كلاهما. زي سي 1 في عندنا مثل على الكربون 6 والنيتروجين، سي 2 في عندنا مثل على الكربون 6 اونلي، و 1 اي في عندنا اتش اتش. وحكينا احنا الجنتامايسين هو مناسب للسكن انفكشن، وغالبا يستخدم في الاوفثالميك انفكشنز. وخلينا نحكي النيومايسين بريفير في الديرماتايتس الا اذا كانت الانفكشن فيها سودوموناس، في هاي الحاله راح نضطر نستخدم الجنتامايسين. الجنتامايسين موجود منه الاوينتمنت للاوفثالميك، وموجود برضه الدروبس للاوفثالميك، وموجود منه حتى فور اوتو اللي هو الاوديتوري انفكشنز اللي هي دروبس للاذن.
الجنتامايسين هو عباره عن امينو جلايكوسايد ستراكشر كونسيستنت زيه زي السار اللي حكيناه في السابق لمجموعه الامينو جلايكوسايد من حيث الرينج 1 هي المهمه، الرينج 2 اقل اهميه، والرينج 3 فيها قليل من التغيير. في عندنا شويه تغييرات ممكن تكون على الامينو جلايكوسايد. لاحظ معي بالرينج 1 فيها 1 ميثيليتد امين، هاي هي الرينج 1 اللي انتم شايفينها الان، وهي الرينج 2، هاي الرينج 3. لاحظ في الرينج 1 في عندنا الميثيليتد امين الاند 1 اكسيال هيدروكسيل جروب، والميثيليشن اوف ذا امين شو راح يعمل؟ زي ما حكينا دائما وجود الميثيل على الامينو جروبس بتعمل نوع من الحمايه لهي الامينو جروبس، بتحميها من الميتابوليزم، بتحميها من الليفر، بتحميها من الان اكتيفيشنز. الاكسيال هيدروكسيل جروب هاي از نوت كونسيستنت وذ امينو جلايكوسايد سار، لانه الاكسيال يوجوالي ان اكتيف inactive the antibiotics. يعني خلينا نحكي هذا exceptionally موجود في الجنتامايسين، لأنه بالعادة لما يكون في عنا axial hydroxyls بتكون المركبات inactive، إلا في هاي الحالة زي حالة الجنتامايسين ظل الجنتامايسين active. رينج 3 هاي ها رينج 3 missing اللي هو في عنا functional groups in the 2 of 5 carbons. This however doesn't affect the activity. اللي هي لاحظ معي هون ما في عندنا أي substitutions لا OH ولا عادة بتكون OH OH، فما في عندي هدول two hydroxyl groups، وحكينا إزالتهم ما راح يأثر عندنا على الأكتيفيتي، وبالعكس هيك بيساعد إنه هذا الأنتيبيوتيك ما يكون sensitive للبكتيريال إنزيم in activations. يعني هو خلينا نحكي ماشي مع الأمينو جلايكوسايد صار ما عدا هاي الـ OH اللي هي الـ axial هاي الـ exceptional، وما عدا المثل على الـ N هاي يعني لا تعتبر استثناء، لأنه حصل بعض الأمثلة اللي مرت علينا أنه كان في عنا الأمينو جروب عليها مثل، وحكينا هاي as a general rule أنه لما يكون في عنا methylated amine بمنع الأدينيليشن والفوسفوريليشن والأسيتيليشن للأمينو جروب، وبالتالي بمنع عملية الـ inactivation. نشوف كيف عملية الميكانيزم أو كيميكال انكوبتابيليتي من أمينو جلايكوسايد with بيتا لاكتامز. هلا واحدة من الأشياء المهمة اللي لازم ننتبه لها، حكينا إحنا في المرات السابقة إنه بينعطى الأمينو جلايكوسايد والبيتا لاكتامز together. Yes. بس بدنا نكون حريصين جدا إنهم بينعطوا في الميديكيشنز، يعني بعطي أنا الأمينو جلايكوسايد وبعطي الأمبيسيلين أو الأموكسيسيلين together to treat situations life threatening زي الاندوكارديتس، بس بنتبه لشغله انه don't mix، يعني ما بخلطهم بنفس الفايل او ما بخلطهم بنفس خلينا نحكي اللي هو اذا انا بدي اعمل infusions bag glucose bag او sugar اللي هو صوديوم كلورايد bag ان الفاسيولوجيك سوليوشنز، وعاده بيحقنوا الابر جوات هذا الفاسيولوجيك سوليوشنز بالنسبه للامينو جلايكوسايد عشان ما نعطيها مره واحده، هي بنسميها الاي في بولس، ما بنعطي الامينو جلايكوسايد از اي في بولس دوز مره واحده، نعطيها از انفيوجن، يعني بنحط كيس باج في لتر وبصير يدخل للدم شوي شوي، وبنحط الابره في داخل هذا الباج عشان تعطينا ستيدي ستيت ويدخل على الجسم ببطء. هلا من الخطا اني اروح اعمل ميكسينج وذ بيتا لاكتامز بنفس الكونتينر، او اجي اخلط فايل امينو جلايكوسايد وفايل بيتا لاكتام ان ذا سيم فايل، ايش اللي راح يحصل عندنا هون؟ راح يصير بينهم كيميكال رياكشنز، اذا هون they are incompatible chemically، بس ممكن ينعطوا synergistic pharmacologically. انتبه لهي النقطه، بصير عندنا chemical incompatibility. ايش السبب؟ الامينو جروب الموجود في الامينو جلايكوسايد والاتاك البيتا لاكتام رينج، فاللي راح ينشئ من هاي العمليه انه لا البيتا لاكتام ضل فعال ولا الامينو جلايكوسايد ضل فعال. acylation للامين امينو سايكليتول بورشن باي بيتا لاكتام، بالتالي begins with nucleophilic addition amino group للكربونيل جروب of beta lactams، وهي عملية الاديشنز راح تؤدي إلى inactivation للبيتا لاكتامز وinactivation للأمينو جلايكوسايد، فهم chemically antagonistic وهم pharmacologically agonistic وchemically antagonistic. بالنسبة للسايد افكت، وأشهر السايد افكت بالنسبة للأمينو جلايكوسايد هي تأثيرها على السمع، فمنلاحظ انها بتأذي الكوكلي اللي هي عبارة عن القوقعة، قوقعة الأذن، وتؤدي لهيرينج لوس، فقدان السمع بشكل نهائي.
heart structure of air vestibules result in loss of body balance. فهي بتؤدي الى حتى مش فقدان السمع، فقدان التوازن. damage renal، الحاجه الثانيه في السميه انها بتاثر على الكلى، وبتؤدي الى فلتره البروتين، بروتين يوريا، بلاد يورين، بتنزل الدم مع اليورين، ورينال فيلير في النواحي النهائيه. فبيجي حدا بيسال وبيحكي طب احنا كيف بنستخدمها للعلاج ما دام لها اوتو توكسيسيتي ولها نيفروتوكسيسيتي؟ فحكينا it is preserved، تحفظ فقط in life threatening situations، في الحالات اللي بتكون فيها الخيارات يا اما يموت يا اما اعالجه بهاي الانتيبايوتكس. ممكن تعمل بلوك للنيوروماسكولار وبالتالي بتعمل سكيليتال ماسل ريلاكسيشنز، امينو جلايكوسايد توكسيدين بيشنت ان بوث تايم اند كونسنتريشن ديبندنس. يعني مش كل ما واحد اخذ الامينو جلايكوسايد صارت عنده سميه، على خلاف الكلوروم فينيكول. الكلوروم فينيكول وقتها حكينا انه سام وبيعمل اي بلاستيك انيميا حتى لو انعطى ان جست سنجل دوز. لاحظ الامينو جلايكوسايد سميتها بتعتمد على مده وكميه الدواء اللي يعطى، على غير خلاف الكلوروم فينيكولز. يعني لو واحد اخذ منه مره او مرتين مش واحد بيكون بياخده بشكل كرونيك او بياخده لفترات طويله. عاده يعطى هو بالاي سي يو بالحالات، يعني سواء الاميكاسين او هلا صاروا يستخدموا الاميكاسين لانه بيفترضوا انه كل البكتيريا الموجوده ريزيستنس. هاي يعني كانت بالنسبه لتتمه لموضوع الامينو جلايكوسايد. في حدا عنده اي تعليق او اي ملاحظه على موضوع الامينو جلايكوسايد قبل ما انتقل للي بعده؟ طيب خلينا نشوف اللكتشر 7 اللي هي بتحكي عن، نشوف هون، نرجع باك فايس الكوينولونز. لاحظ معي، خلينا نحكي السباق مع الزمن لتطوير انتيبايوتكس ولتطوير انتيبكتيريالز. واذا بدنا نيجي للهيستوري ونشوف كيف الترتيب الزمني لتطوير الانتيبايوتكس والانتيبكتيريالز، راح نجد انه بلشت عندنا مع بدايه القرن التاسع عشر، ويعني 1920، وفعليا بلش قبليها بشوي موضوع الديس انفكتنت. يعني قبل الانتي بكتيريال والانتي بايوتكس كان في عندنا تشابتر انا ما اعطيته صراحه، لانه يعني اعتبرت انه ممكن تاخذوه بالفارماسيوتيكال مايكروبيولوجي اللي هو ديس انفكتنت والانتي سيبتكس. يعني كيف استخدام 70% الكحول، استخدام الديتول، الكريزول، الفينولز اللي هي عباره عن مطهرات ومعقمات تستخدم خارج الجسم لكنها لا وتقتل الجراثيم خارج الجسم، وتستخدم لتعقيم الاسطح. هلو يا جماعة، ميوت اول، عملتوا ميوت، ما حدا ينسى المايك يا جماعة. طيب فمنلاحظ هون انه كان في الانتيسيبتيك والديسينفكتنتس، هدول يعني استخداماتهم كانت او بلش استخداماتهم قبل استخدام الانتيبكتيريالز والانتيبايوتكس. وكان اهم مشكله فيهم انهم لا يمكن استخدامهم داخل الجسم. يعني اذا انا اجيت حقنت انسان بايثانول 70%، هل بتوقع اعالج مايكروب؟ لا. اذا اجى شربت فينول او ديتول او مطهر او معقم او هايبكس، هل ممكن اني اعقم الجسم؟ واستخدمت على فكره بعضها، يعني واحده من الطرق الشعبيه لعلاج دوده الشريطيه ودوده الاسكارس والديدان، يعني كانوا يروحوا يعملوا خلطه، يجيبوا كاسه زي كاسه الشاي يحطوا فيها شويه كاز ويحطوا فيها تايت او سرف اللي هو دواء الغسيل مع شويه ماي، وبعدين يروح شربها المريض. هيك هذا الاستخدام القديم يعني. فيعني بعد هيك يشربوه شربة خروع، ف يعني راح يطلع كل الديدان. اللي بيحصل هون فعليا هو راح يعمل جي اي اريتيشن، وراح يعمل برضه للديدان والهي جي اي اريتيشن، وفعليا هي بتعمل بايندينج، بتمسك بجدار المعدة والامعاء عفوا،
فهو بالمواد هاي اللي بحطها لن تستطيع انها تمسك بجدار الامعاء، وبالتالي بياخذ لاكزاتيفز فبتطلع كلها. لكن لا يخلو هذا العلاج طبعا من المشاكل، يعني الكاز لا يمتص وبس ماده مشتعله، والسيرف والتايد هي عباره عن ماده مخرشه سلفونيتس، بياخذ الخروع هاي شربع اساس انه يعمل طرد لكل المواد الموجوده في الجسم. طبعا كل هاي الطرق القديمه استخدمت، حاولوا انهم يستخدموا هاي المطهرات والمعقمات كعلاجات للميكروبات داخل الجسم، لكن كان اهم مانع لها السميه العاليه، يعني لا غير امنه على الاستخدام داخل الجسم. وهون اجى برنسبلز انك انت كميات تكون مواد بكميات صغيره غير سامه لكنها ذات تاثير قاتل لهي الجراثيم، وتكون متخصصه لقتل هاي الجراثيم. ويعني احنا الان الميت سنه اللي عشناها او عاشوها ابائنا وممكن اجدادنا عاشوا فتره منها، هي كانت الفتره اللي تطور فيها علم الصيدله. يعني اذا بنطلع علم الصيدله راح نلاقي عمره فقط 100 سنه، اللي هو العلم اللي احنا حاليا شايفينه الحديث. وان كان العلاجات القديمه كلها بتعتمد على الاعشاب والعطارين، يعني كانت عباره عن الصيدلاني هو عباره عن خبير اعشاب وبيعرف انه هاي العشبه لهذا الاستخدام وهاي العشبه لهذا الاستخدام. لكن بالشكل الحالي انه نعرف الكيميكال ستراكشر ونعرف الدوز ونعرف متى ينعطى ونتابع المايكرو اورجانيزم، فهذا شيء حديث. وياما قتلت الميكروبات والجراثيم والبكتيريا اعداد هائله من الناس، ويعني مثال عليها اليرثينيا او الطاعون الاسود او الموت الاسود اللي قتل تقريبا اكثر من 40% من سكان العالم بسبب انتشاره. ما كان في اي فكره انه والله مسببه هو عباره عن جرثوم لا يرى بالعين المجرده. الكوينالونز هي من مش الناتشرال، لا هي عباره عن سينثيتك زيها زي السلفونامايد، لكن الاختلاف بين الكوينالونز والسلفونامايد بانهم ريسنت وحديث. لما نحكي حديث يعني احنا بنحكي يعني فعليا بلشت الكوينالونز بالشكل اللي احنا شايفينه السيبرو بالتسعينيات وطالع. هلا بدايه الاكتشاف بلشت بالليد كومباوند، ولما نحكي ليد كومباوند يعني مركب ضعيف فعاليه ضعيفه ما له هالفعاليه الكبيره، فهو مش مناسب كدواء لكنه يعتبر بدايه أمل. يعني زي النينوزولايت كيف كان فكرة جديدة إنه ستركتشر جديد له فعالية جديدة. كوينالونز هي عبارة عن سينثيتك كومباوند بتتكون من اليونت تاعيتها اللي هو الكوينالون، عشان هيك سموها كوينالون، اللي هو في عنا إحنا التو رينجز أروماتكس وفيهم تو نيتروجنز. ومنلاحظ إنه وجود الكاربوكسيل جروب هاي ضروري، فثلاثة كاربوكسي يعني 1 2 3، فالN هاي لازم يكون عليها substitution إما إيثيل أو إيزوبروبيل أو سايكلوبروبيلز، الثلاثة لازم يكون عليها كاربوكسيليك أسيد، وفي عنا position 4 عليها own keto group. فهاي يعني is not completely aromatic، اللي بجنبها yes aromatic لكن هاي لا. لاحظ معي إن الليديكسيك أسيد اللي أنتم شايفينه هذا كان أول دواء تم اكتشافه أو تصنيعه، لانه كانوا السينثيتك كيمست بيصنعوا المركبات وبعدين بيعملوا سكرينينج بال 65. ناليديكسيك اسيد استخدم وكان موجود بالصيدليات وكان يعطى لمده اسبوعين العلاج وتاخذه 3 مرات باليوم، وكان فقط للانكمبليكيتد يو تي اي، يعني في حاله اصابه التهاب. يعني السلفونامايد اقوى منه بس كان في وقتها يعتبر يعني حل اخر، لانه السلفونامايد بيترسب بالكلى، هذا ما كان يترسب زي السلفونامايدز، لكن ظل ويك من حيث السبيكتروم ومن حيث الاكتيفيتي. First therapeutically useful أول، وهو يعتبر lead active against gram negative bacteria و useful in short term therapy with UTI، يعني ما بنستخدم الحالات المعقدة بداية infection، بنعطى oral وهي ميزة تحسب له إنه oral مش شرط injection. البكتيريا كانت تعمل resistance بشكل سريع. ولا لو إجينا يفتشوا على الكوينالون كيف بيشتغل، اكتشفوا إنه بيشتغل على DNA انزيم اسمه دي ان اي جايريز انزيم في الدي ان اي، يعني يعتبر نيو ميكانيزم اوف اكشن، انه ما بيشتغل بالطريقه التقليديه، بيشتغل على النيوكليوس نفسها. كوينالون ظل بدون اهميه تذكر حتى تم اضافه فلور جروب. واذا جينا نشوف هون الفلورو كوينالونز فلورو اللي كانت عباره عن الطفره او تسليط الضوء على هاي الكلاس من المركبات لما صاروا فلورينيتد،
نطلع على الترقيم وترتيب هاي الناليديكسيك اسيد اللي انتم شايفينه، في عليه ايثر جروب كاربوكسي بوزيشن 3 اربعه كيتو جروب. لاحظ معي البيرفلوكسسين في عندنا 1 2 3 4 5 5 6، يعني بوزيشن 6 صار في عندنا فلورو. السيبروفلوكسسين اللي هو الاشهر سيبروفلوكس في عندنا ات بوزيشن 6 فلورو، ات بوزيشن 7 حط البابرازين رينج عشان تزيد موضوع الفارماكوكاينتيك والسوليبيليتي. في عندنا الليفوفلوكسسين لاحظ غير بالسايكلوبروبل حط مجموعه ثانيه. وفي عندك هون الموكسيفلوكسسين والسيتافلوكسسين، يعني اشهرها فعليا اللي هو السبرو اللي هو موجود. لاحظ معي اضافه هاي الذره ات بوزيشن 6 الفلور عملت سيجنيفيكانت تشينج بالستركتشر. فخلينا نروح على الدراج بانك نشوف ايش الخصائص اللي تميز فيها السبرو اوفر الناليديكسيك اسيد. راح نكتشف انه صار برود سبيكترمز بيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف وعلى السودومونس. والحلو فيه انه كمان هو يعني هاي معتبرينه من السكند جنريشن اللي هم فلورينيتد. استخداماته ممكن اورال، ممكن انتروفينس، اوفثالميك، اوتيك، يعني في عندنا اكثر من طريقه لاعطاء السيبروفلوكسسين. في عندنا الفعاليه لاحظ معي انواع المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تشوفها فعال عليها، هاي كل هاي الانفكشنز السيبروفلوكسسين فعال عليها، من ريسبيراتوري لا سكن انفكشنز لا تسمم بالدم لا يو تي اي، يعني بنلاحظ انه هو يعتبر من البرود سبيكتروم للنيسيريا جونوريا. والان صارت هو طبعا البيست تشويس في حال الاصابه بمرض السيلان الجنسي النيسيريا جونوريا. يعني 1 تابلت اور 2 تابلتس بنتهي النيسيريا جونوريا. كانت بالاول تعالج بالبنسلين جي، الان صار النيسيريا جونوريا تعالج بكورس من السيبروفلوكسسين. لاحظ معي هو فعال على الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وما في لسه ريزيستنت، نو كروس ريزيستنت بتوين فلوروكوينولونز، يعني خلينا نحكي البكتيريا لسه ما عملت الريزيستنت اجينست السيبروفلوكسسين. وبصراحه الموضوع تعدى الانتي مايكروبيال، يعني الان صاروا يفكروا بالكوينولونز كعلاج للكانسر وللايدز، يعني الامراض اخرى صار يستخدم انهم يعملوا منهم ديريفاتيفز، لانه لاحظوا ان السيبروفلوكسسين له فعاليه غير كونه انتي مايكروبيال، بيعمل از اميون موديليترز. ولا ننسى انه بيشتغل على التوبو ايزومريز دي 2 اللي هو دي ان اي جاريز انزيم، وهذا الانزيم اذا احنا غيرنا هو بيأثر على موضوع المالتيبليكيشن للخلايا. فاذا احنا غيرنا من الافينيتي للتارجت فبنتوقع هون انه يصير ممكن فعال كمجموعه كوينولونز على الكانسر. بالنسبه للامتصاص راح نلاحظ انه من الادويه اللي هي سريعه الامتصاص على حد علمي انه امتصاصها جيد، يعني الابزوربشن بيوصل بسرعه خلال اقل من ساعه بيكون واصل داخل الجسم، وبيعمل ديستريبيوشن ويل ديستريبيوتد انسايد ذا بودي، والتي هاف له يعني حوالي 5 ساعات يعني اللي تعتبر جيده. حتى الاعراض الجانبيه والسميه له تعتبر محدوده، يعني ما في سميه مقارنه مع الباقي، يعني هم دائما بالروشيتا وبالليفلتس بيكتبوا لك بعض الاعراض الجانبيه اللي انت ممكن تخاف منها، لكن حسب الكلينيكال يوز لا توجد من استخدام كورس اعراض جانبيه الا اللي عنده اليرجي، هاي واحد وهذا قليل. اثنين في عندنا الاشخاص اللي بيعانوا من السيجرز او اللي عندهم الصرع ممكن يزيد عندنا السيجر الافكت. ورقم ثلاثة دائما بيسموه السيبروفلوكسسين دواء يعطى للرجال، يعني لا يعطى للفيميل البريجننت، لا يعطى للاكتيتنج وومنز، لا يعطى لأطفال لأنه ممكن يأثر على الجوينت وتكوين الأربطة في المفاصل. شوفي أنه كمان هون بوزيشن 6 حطوا الفلور، فلاحظ معي بالثمانينيات بـ 86 طلع النورفلوكسسين، والنورفلوكسسين فعليا يعني أجا بعدي السيبروفلوكسسين. الفرق بين النور والسيبرو يعني لما أجوا عملوا الناليديكسيك أسيد ضلت إثل وحطوا فلور فطلع النور، النور هو عبارة عن هاي بتضل إثل وهون حطوا الفلور،
بعدين غيروا الإيثيل، ولما حطوا السايكلوبروبيل صار في عندنا مور بوتنشال افكت. الميكانيزم زي ما مر علينا واحنا نحكي، في عندنا بيأثر على الدي ان اي، وهون هذا يعتبر نيو تارجت الدي ان اي كايريز، وهذا الانزيم اللي هو مسؤول عن عمليه السوبر كويلينج للكروموزوم الدي ان اي. يعني انتم عارفين بس يصنع الحمض النووي بيبدا يلف يعمل تويستنج زي الجدايل عشان يعمل اللي هي الماده الوراثيه، فهو بيمنع عمليه السوبر كويل، وبالتالي هو راح يمنع عمليه الملتيبليكيشن للخلايا. تاثير الكوينولونز سايدل، تاثيرهم سايدل، على الرغم من انك انت لما تشوف دي ان اي جايريز وتاثير على الدي ان اي فبتفترض انه بيمنع بس الملتيبليكيشنز، لكن هم فعليا تاثيرهم بكتيري سايدل، وبرضه ديبند اون ذا دوز. يعني لو اعطينا الجرعه ممكن يكون باقل من هيك، ممكن يكون انهيبيشنز، لكن بجرعه اكبر ممكن يكون سايدل. لاحظ معي هون ال inhibited at the bacterial cell genetic code and read folding and unfolding DNA، يعني بيحكي لك انه بيمنع عملية misreading للDNA عن طريق اللي هو inhibition للتوبو ايزوميريز 2 والتوبو ايزوميريز 4. نطلع على هذا الستركتشر نشوف ايش هي السار الموجودة بالنسبة للفلورو كوينولونز. لاحظ معي الامبورتنت بارت، وبجوز احنا نحكي حكينا عن بعض الاجزاء اللي هي ممكن خلينا نحكي نغيرها، زي مثلا رقم واحد الان 1 الار 1 لما حكينا كانت ايثيل جروب بالنورفلوكساسين، بعدين صارت سايكلوبروبيل في حالة السيبروفلوكساسين، فالان 1 هاي الار 1 ويل كنترول البوتنسي and also will affect the pharmacokinetic، يعني راح يكون لها تأثير على البوتنسي أو على السبيكترمز بالإضافة للتأثير على الفارماكوكينيتيك. بالنسبة لبوزيشن 2، بوزيشن 2 هاي راح تكون ما راح نحط فيها، لاحظ معي الستركتشر، نرجع للستركتشر للسيبروفلوكسسين ونشوف at position 2 مرسوم بالعكس. لاحظ معي الترقيم كالتالي، بيهمني أن تكون عارف الترقيم، 1 2 position 2 بنلاحظ ما حاطين عليها أي substitutions، والسبب إنه هاي very close the binding site، يعني ممكن يصير عندنا steric hindrance إذا حطينا على position 2. position 3 الكاربوكسيل ضروري، يعني إذا بدنا حتى نشوف أكثر ممكن نرجع للبروتين داتا بانك ونشوف كيف ممكن إذا بنحصل structure فياته سيبروفلوكسسي ممكن أدور أنا وأحكي دي إن إيه جايريز بالسيرش دي إن إيه جايريز ونشوف إذا كان في عنا complexed with سيبروفلوكسسينز. يعني بالعادة هاي لما يكون في عنا بدنا نعمل عملية الدرج ديزاين أو عملية موديفيكيشن للستركتشرز، فهاي ممكن نرجع لها. يعني بطلع على الليجند الموجودة في هذا البروتين وبفتش عن سيبرو فلوكسسين. لاحظوا كمان كيف عملية التفتيش عن نيو أنتي مايكروبيال من خلال اللي هو يعني غير موضوع الكونولونز. هاي في عندنا هون هذا شبيه بالسيبرو فلوكسسين، مش سيبرو فلوكسسين لكنه بيشبهه إلى حد ما. حتى عندي هون yes this is a ciprofloxacin، هاي CBF، هذا عبارة عن ciprofloxacin. البروتين هي 5BTC، خلينا نشوف ال 5BTC. راح أعمل download للstructures، هاي في عندي downloaded، في عندي بعد هيك هذا البروتين اللي هو راح أفتحه أنا باستخدام البيوفيا. طبعا هذا اللي انا بفتحه الان هو عباره عن فول فانكشن، يعني ممكن يعمل كل البروسيسنج من دوكينج لمابينج، يعني يستخدم بعمليه الدراج ديزاين، وهو لايسنس، يعني ما بكون فري. اللي راح نشوفه هلا بس بدنا نشوف كيف شكل هذا الدراج داخل البروتين اللي هو السيبروفلوكسسين، كيف بكون داخل البروتين. نعطي شوية وقت بس عبين ما يفتح. طيب خلينا بس نحكي بالبقية
في عنا اذا هاي الكربوكسيل حكينا هاي مهمه في الاكتيفيتي، واللي بجنبها هاي الكيتو جروب برضو مهمه. يعني في عنا هذا الفيتشر كربوكسيل 3 4 وبجنبه كيتو جروب، هاي مهمه لعمليه خلينا نحكي كي لوك، يعني زي المفتاح تربط بالتارجت. في عنا بوزيشن 5 هاي بتتحكم بالبوتنسي وبتزيد، يعني اذا بنحط يعني راح نلاحظ انه في مركبات ما فيها ار 5 والسيبروفلوكساسين اتوقع ما في ار 5. هاي عندنا 1 2 3 هاي 4 هاي لاحظوا 5 السيبروفلوكساسين ما في شيء بوزيشن 5. فبوزيشن 5 هون زي ما حكينا هو بيزيد البوتنسي وبيزيد الجرام بوزيتيف افكت. بالنسبه للفلور مهمه وهي اللي زادت الافينيتي والبكتيريا سايدال افكت على التارجت اللي هو الدي ان اي جايريز، فوجودها سيجنيفيكنت، يعني غيابها بيؤدي الى لوس اوف اكتيفيتي. فتشوا يعملوا سبستيتيوشن باي كلورو برومو كله ان اكتيف، يعني فعليا الفعاليه هي فقط لا الفلورينيتد ديريفيتيف. وبرضه جربوا يعملوا more than one floor، يعني قال لك مدام الفلور فعال لهالدرجة ليه ما نحط two floro three floros. اللي two floro أعطى فعالية أعلى لكن وthree floro زادت أكثر، لكن كانت مقرونة بزيادة السمية. يعني في دواء اسمه trovafloxacin راح نفرجيك إياه الآن، نزل للسوق من شركة فايزر ضل 3 شهور وسحب من السوق بسبب الليفر توكسيسيتي والفيتاليتي ادت الى وفاه 17 شخص. فيعني ما كانت الزياده للفلور موفقه لانها ادت الى زياده بالسايد افكت. بوزيشن 7 كنترول البوتنسي والسبيكتروم والفارماكوكاينتيك برضو الها دخل بالانتيسودومونال، بتزيد الانتيسودومونال وبتحسن كمان عندنا بالفارماكوكاينتيك. نرجع نشوف البروتين ستراكشر، لاحظ معي هون عندي هذا البروتين ستراكشر لا ال دي ان اي جايريز او توبو ايزوميريز في داخل ال هاي عندنا السبرو فلوكسسين، هذول الوت اوف سب يونتس. بدي اعرف مباشره وين انا مركبي، هاي في عندي الاكتيف سايت وشايفين كيف تركيبته تركيب الدي ان اي، يعني التركيبه هي تركيب الدي ان اي. خلينا نعمل هاي عندي الهيترو، الهيترو هذا الهيتيرو بدي اطلب منه عشان نشوف اكثر شو باي راديوس فقط، يعني نشوف حوالين التارجت ب 7 انجسترون. ما استجاب بسرعه، طيب استنى شوي. هاي عندي اللي هو السيبروفلوكساسين، هذا السيبروفلوكساسين يس اختاره بنفسه. لاحظ معي كيف انه المركب specifically داخل في البايندينج سايت، يعني الموضوع مش موضوع انه والله عشوائي او انه الدرج فعليا اي اشي ممكن يزبط محله، لا فعليا. خلينا نتخلص من معلش خلص من هون navigation الكويري لا يعني بدي أغير بالإعدادات شوي بالسوفتوير حتى أشوف الانيميشن لا الالايمنت الاتم ديسبلاي يس الاتم ديسبلاي. في عندي أنا هون ال هاي الشكل، ممكن اغير الشكل للتارجت لإلي فعشان اميز بس السيبروفلوكساسين. هن لاحظ معي كيف شكل السيبروفلوكساسين في داخل البايندينج سايت فيو، غير نيوكليك اسيد بيز ديسبلاي و فيو بروتين ستراكشر ديسبلاي. طيب راح نطلب منه يطلع
بعمل له اوف. هون انا بقدر اغير الهيراركي او الفيو، الشكل اللي ممكن يبين فيه عندي الامينو اسيدز الدي ان ايه. لاحظ معي خفيت انا بس عشان اساعدك تشوف how it fit in the DNA strands. عشان هيك الفكرة هون اجت من موضوع انه ممكن يكون فعال كأنتي كانسر. يعني لاحظ معي كيف المركب جاي الدي ان اي، ما يعني جاي بوسط الدي ان اي بحيث انه يمنع عملية الانتر اكشنز ما بين التو ستراندز ويمنع عملية السوبر كويلينج. طبعا الموضوع هذا يعني مش موضوع هون نحكي فيه، لكن الفكرة هون انه اي تغيير بالفانكشنال جروبس الموجودة في المركب راح يكون في لها تأثير مباشر على البكتيريستاتيك او البكتيريسايدال افكت، الانتي مايكروبيال افكت، وحتى على الفارماكوكاينتيك فيما بعد. لاحظ معي هون تلخيص للسار اللي حكيناه، بوزيشن 6 فلور هي تعتبر الاهم واللي هي زادت الفعالية 10 اضعاف. الان في ديريفيتيفز حطوا بدل الفلور سي اف 3 مثل، عليها 3 فلور وزي ما حكينا زادت السمية. بوزيشن 7 مهم للفارماكوكاينتيك ومهم برضو بيزيد عندنا الجرام بوزيتيف افكت. في عندنا استخدموا سايكليك ستراكشرز، يعني بدل ما احط ان اتش 2 حطها بيبرازين مورفولين، هاي زي البيبرازين والبيرولدينز بتزيد البوتنسي اجينست الجرام نيجاتيف بكتيريا، بالنسبه للبيبرازين زي السيبروفلوكساسين، والبايرولدين بتزيد البوتنسي اجينست الجرام بوزيتيف بكتيريا. لكن البايرولدين فيها نيتروجين واحد، البيبرازين فيها تو نيتروجنز، فبنلاحظ انه هاي راح تاثر لنا على الووتر سولوبيليتي لانه ممكن ينعمل منه سولت. الميثيل جروب بتساعد، يعني البيبرازين بنلاحظ عليها ميثيل جروب وهي ممكن تزيد عندنا الفعالية. البوزيشن 8 لاحظ معي بموضوع السيبروفلوكساسين، اطلع عليه بوزيشن 8 اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 ما عليه اي شيء. هون شو راح يحكي لنا عندنا بوزيشن 8 الالكايليشن والانكريز الاكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف اند تيشو بينتريشنز. فانت هون you can modify the structures، يعني راح نلاحظ بعض الكوينولون ديريفيتيفز حتى الاكس هاي جروب ممكن ما تكون كربون، يعني في هاي الحاله انا في عندي هون كربونه، فعليا بعض الكوينولونز هاي نيتروجين. ففي عندنا لو نشوف المفلوكساسينز والاوفلوكساسين والنورفلوكساسين والسبايرو، هلا في جديد من الكوينولونز اللي بسموهم الثيرد جينيريشن والفورث generations اللي لهم بوتنشال اعلى من السيبروفلوكساسين. لكن احنا كون السيبروفلوكساسين هو الاكثر تداولا بين الناس، لكن في اقوى من السيبروفلوكساسين وبرضه بريزيرفد لللايف ثريتنينج انفكشنز. اضافه الفلور ات بوزيشن 6 زادت عندنا من البوتنسي وزادت من البينتريشن في البكتيريال ميمبرينز. الببرازين جروب في البوزيشن 7 زادت الانتي سودومونس، هاي اللي هي هون اضافه البيبرازين زادت الانتي سودومونال واللي هي كانت مشكله وصار استخدامها في اللنج انفكشن، ممكن يستخدموها في النمونيا. بيتر اكتيفيتي لما نحط ستيريك بلك ات ان 1، وين الان 1؟ هاي عندنا الان 1، اذا بنحط هون سبستيتيوشن بيكون افضل زي في النورفلوكساسين ايثيل جروب او السيبروفلوكساسين سايكلوبروبيل جروب. وفي عنا بيتر اكتيفيتي كاربوكسيليك ضروري حكينا، والكربونيل ات بوزيشن 4 هاي امبورتنت لعمليه البايندينج، يعني هون هاي الجهه مهمتها عمليه البايندينج وذ دي ان اي جايريز انزيم. سوابينج الاف والبيبرازيل رينج بوزيشنز اشيفت اكتيفيتي على ستاف اوريوس والايكولاي والسودومونس، يعني هون يعني عمليه السوابينج يعني بالاشاره للاف والبيبرازين جروب. اذا احنا عمليه غيرنا بالاماكن بتاعت البيبرازين والاف وعملنا عمليه سويتشنج ما بينهم، يعني رحت انا هيك فكرت حكيت ليش اخلي الاف اللي هي ات بوزيشن 6 والبيبرازين ات بوزيشن 7، ليه ما احط الاف ات بوزيشن 7 والبيبرازين ات بوزيشن 6؟ رغم انه المركب ما تغير شيء، ممكن حتى كموليكولار ويت ما تغير وخصائص فيزيائيه مش كثير سيجنيفيكانت، لكن بنلاحظ انه هذا بيؤدي لفقدان الاكتيفيتي. يعني لازم يكون الفلور ببوزيشن 6 والبيبرازين بوزيشن 7. اذا عملنا حتى التغيير البسيط بينهم سويتشنج او سوابنج بدلنا بيناتهم،
النتيجة راح تكون فقدان الاكتيفيتي اجينست بعض المايكرو اورجانيزم. من السايد افكت واهم ما حكيت انه ما بنعطى للسيجرز، ما بنعطى في حالة الصرع، فبنلاحظ انه تأثيره على السي ان اس. من هاي الاعراض ممكن يصير في عندنا تريمر، سليبنج ديس اوردر، irritability, agitation, anxiety, convulsions. عشان هيك حكينا ما بنعطى لما يكون عنده seizures لأنها بتؤدي إلى نوبات صرعية بسبب استخدامه. هلا إحنا فعليا ممكن استخدمنا السيبرو وما حسينا بالأعراض هاي أو ما انتبهنا، بس هو ممكن يعمل قلق بالليل، ما تعرف تنام، ممكن يصير رجفة في الأصابع، كلها هو السبب تأثيره على الجابا اللي هو عبارة عن neurotransmitters اللي هو inhibitory neurotransmitters. فهي it will antagonize the inhibitory neurotransmitters اللي راح يساعدك في موضوع relaxations. Fluoroquinolones having one bibridino or three amino one bibridino or similar basic moiety at the position 7 appear to have these properties. يعني لاحظوا انه اللي إلهم الخاصية هاي على CNS اللي بيكون في عندهم اللي هم بيكونوا fluorinated وبيكون في عندهم هاي المويتيز اللي هي مجموعة البيبريدين أو مجموعة البايروليدين الموجودة على بوزيشن 7. والفكرة هون إنه هم فعلياً will antagonize or recognize الجابا ريسبتورز وراح يعملوا competitive inhibition مع هذا الريسبتورز. يعني هيك لو بدنا نفكر بمنطق الدراج ديزاين ممكن إحنا نصمم كونالونز بيشتغلوا as GABA inhibitors. ومتى إحنا فعلياً ممكن نحتاج الجابا inhibitors؟ هو عبارة عن inhibitory neurotransmitters. فإشي الحالات اللي أنت ممكن تحتاج فيها إنك أنت تثبط هذا، يعني تعمل excitations. يعني ممكن نفكر بطريقة تانية، بدل ما نعمل antagonism نعمل ما أنه بيتعرف على الريسبتورز نغير بالفانكشنال جروب بحيث يصير يعمل agonistic، وبالتالي ممكن يصير في عنا علاج للصرع. ولو هلأ ندور بالساينس دايركت من الكونالونز إشي يستخدم فور إبليبسي، راح تلاقي أنه عاملين derivatives لهذا الغرض. لاحظ معي هون الـ CNS effect عادة، يعني side effect للـ CNS effect يعني إجمالا تعتبر قليلة، يعني لا تعتبر من الكومن سايد افكت. والسبب كان اللي هو البنتريشن للبلد برين بارير. الفوتوتوكسيسيتي هاي برضو واحد من المشاكل، يعني تروفا فلوكساسين، خلينا نشوف ستركتشر تروفا فلوكساسين. واحد من السايد افكت لإله كانت السكن كانسر، يعني فايزر اضطرت انها في الاخر تسحبه على الرغم من انه كان وقتها كان سحب للدواء، بس ما بعرف إذا رجعوه أو لا. Trovafloxacin broad spectrum under the name Trovan Pfizer inhibits a super cold DNA block. It was shown to be more effective when compared to hepatotoxic Trovafloxacin was withdrawn. Yes، هو سحب من السوق بسبب التأثير على الهيباتيك. نشوف الستركتشر اللي له كيف. راح نلاحظ انه يس حطوا هون الفلور مكانها، وحطوا في هاي المجموعه اللي هي كانت سايكلوبروبيل حطوا فلورينيتد داي فلورو فينيل جروب، يعني صار ثلاثه فلورو. وفي هاي الرينج حطوا بدل الرينج تاعت البيبرازين رينج، وهي هاي برضو ان ستيبل رينج. فهذا ادى انه مجرد ما يطلع الشمس بتحرر الفلور بسهوله وبيطلع وبيعمل سكن كانسر، يعني خلينا نحكي فوتو سنسيتيفيتي. ففي عندنا هون اللي فيهم هالوجين ات بوزيشن 8 زي اللوم فلوكسسين هايست انسيدنس اوف فوتو توكسيسيتي. خلينا نشوف ستراكشر اللوم فلوكسسين برضو مش غلط، يعني بنلاحظ في عندنا الوت اوف ديريفاتيفز ترايلز، في شيء منه ترايلز، في شيء موجود ابروفد لوم فلوكسسين. نشوف البوزيشن 8 اللي عليه الفلور جروب. يس هذا البوزيشن، هذا البوزيشن. لاحظ معي ستراكشره ما بيختلف كثير عن خلينا نحكي نور فلوكسسين. في إثيل هون، البيبرازين زي السيبرو مثل زياده هون، في عندنا فلور زياده هون. فهذا يعني مقرون ب، خلينا نشوف هل في له ميزات اضافيه، يعني هل هاي side effect بتسوى الإضافة. used to treat infections bacterial employed for prophylaxis، يعني بيعطوه قبل الجراحة، شكله لسه لا يزال يعطى. treatment of bacterial infection respiratory and urinary لهاي الميكروبس as we complicated. طيب prophylactic استخداماته وقائية
بكتيريسايد زي ما حكيت لكم الإفكت، بيشتغل بنفس الطريقة، بمنع السوبر كويلينج، البروتين بايندينج قليل، اليورينري اكسكريشن كومبليت. يعني هي الميزة قد تكون لإله هذا الدواء إنه لونج هاف لايف فقط، يعني الرابيد كومبليت ابزوربشن بعد الاورال دوز، وانه بيطول بالجسم. عشان هيك كان هو يعني لاحظ انه استخدمه. نطلع على التوكسيسيتي، هون حاطط لنا السميه انها بشكل اساسي راح تكون على فوتو توكسيك ايفنتس، اللي هي بصير عندنا راش واتشنج وبيرنينج نتيجه التعرض للسان لايت. يعني لاحظ استخدامه محدود يعني داخل مستشفى قبل اجراء عمليه جراحيه حتى ما يصير في عندنا اللي هو الفوتو سنسيتيفيتي. those having an amino زي spirofloxacin or methoxy group at either 5 or 8 positions low incidence. يعني بنلاحظ سبايرا هذا من الفلوروكوينولونز الجديده ما في فلور بيحتوي على ميثوكسي جروب بوزيشن 8. الكريستال يوريا، الكريستال يوريا يعني هي يعني هاي برضو من بما انه فيها كاربوكسيليك اسيد، فانا بتوقع هاي الكاربوكسيليك اسيد بانه حامضي انه يبدا يترسب عندي بالكدني، وبالتالي انا يعني بنصح المريض اللي بياخذ الكونولونز انه تو درينك ا لوت اوف ووتر. لاحظ معي الكريستال يوريا تشكيل الحصوه داخل الكلى. نورفلوكساسين سيبروفلوكساسين ان هاي دوزز ممكن يعملوا كريستال يوريا ان الكالين يورين از ان بارت كوز باي اللي هو بريدومينانس كومباتيبلي للسوليبل ازويترايونز. يعني ممكن الواحد يفكر فيها شوي انه ليه كريستال يوريا ان الكالين يوريا، مع انه متوقع ان اسيدك يورين انه يصير عندنا عمليه البريسيبتيشنز. لا ننسى انه هو عباره عن ازويتر ستراكشرز، يعني تطلع على الاستراكشر له راح تكتشف انه بيحتوي على اسيدك وعلى بيسك مويتي. فهاي مشكلة اللي بيكون زويتر ايون، انه في عندك في جهة بيكون اسيدك في الجهة الثانية بيكون بيسك، فانت يعني بيصير عندنا النت شارج ايكوال تو زيرو، وبالتالي not ionized and this will precipitate then it will precipitate. فبدك تدور انت على ال pH المناسبة لانه يظل soluble، بالتالي يصير عملية الإليمينيشن لهذا الدرج بدون أي مشاكل. برضو من البريكوشنز لاستخدام الكوينولون زيه زي التتراسايكلينز إنه بيعملوا كيليشن، ما بصير تشرب حليب ولا تشرب شاي ولا تاخد مضادات الحموضة الأنتي أسيدز لما تاخد الكوينولون زي السيبروفلوكساسين، ولا تاخد حتى المالتي فيتامين والمالتي مينرالز، لأنه بتعمل كيليشن لهاي المعادن وبتعمل كومبليكسيشن، وهذا راح يعيق عملية الامتصاص. هاي الكليشن راح تكون بي اتش ديبندنت، بتعتمد على الايونيزيشنز. يعني بيحكي لك ما بصير تنعطم لا مع الانتي اسيد ولا مع المينرالز، لانها كلها راح تقلل من موضوع الاورال بايو افيلابيليتي لهذا الدرج. وفعليا الكليشن بتصير انه بصير في عنا بهاي الجروب اللي هي الكربوكسيليك اسيد مع الكيتو جروب اللي بجنبها راح تعمل كليشن، يعني بيجي المعدن هون وبصير في عنا كليت او تشكيل للكومبلكس. هاي زي ما احنا شايفين هون الكربوكسل والكيتو جروب بقابلها مولكيول تاني بينهم المغنيزيوم الصوديوم سوري المغنيزيوم الزنك الكالسيوم الحديد كلها بتعمل كليت، وبالتالي تعتبر كونترا انديكيتد او انتاجونيستك فارماكو كاينتيك انتاجونيست ان نعطي الكوينولونز ونعطي معهم الانتي اسيد او المالتي فيتامين بريبريشنز. انا هيك بكون انهيت محاضرتي. في حدا عنده اي استفسار يا جماعه؟ زي ما حكيت لكم بخصوص الامتحان، اذا حدا عنده اي استفسار بخصوص اي سؤال بليز ودي لي مسج، بس ما تحكي لي انا بدي كل الامتحان، يعني انت عارف شو سويت وعارف كيف جاوبت. فالسؤال اللي كان بالنسبة لك إشكال بليز بعت لي إياه على شكل مسج وأنا بجاوبك عليه إن شاء الله. خلينا بس ناخذ تفضل يا ريم. ناخذ حضور وياه. لا أنا بدي أقول لك الامتحان ما طلع لي خيارات. ما طلع الخيارات لسبب بسيط، أنا شيكت صراحة لما بعتين لي شيكت، يعني كل حدا بعت لي من مسجات صح أنا ما رديت عليكم، بس كل حدا بعت لي شيكت امتحانه،
شيكت الإجابات، شيكت الامتحانات. أحد الأسباب لعدم ظهور هي بتكون صور، هي مش إنها مش موجودة، ضعف الإنترنت بيكون عندك سبب لهذه الأسباب. يعني أنا يعني بصراحة مش عارف، أنا في كتير أو خلينا نحكي 4 أو 5 بعتولي عندنا مشاكل بالإنترنت وبعلق الإنترنت، فما بعرف إيش الحل المناسب لهذا الموضوع. السيستم برضو راجعت الآي تي بخصوص السيستم، إنه هل في خلل في النظام؟ ما كان في أي خلل في النظام. ف يعني ما بعرف إذا بيكون الحل إنه يجوا يقدموا على الجامعة، إذا بزبط اللي عندهم مشاكل بالإنترنت أو ما بيستطيعوا يشبكوا على الإنترنت، يعني بنشوف شو الحل. أما أنا بالنسبة لي الامتحان والنظام ما كان فيهم مشاكل. هلا وبعيد وبكرر، الامتحان غير مناسب لواحد بده يفتش بالسلايدات. يعني في طلاب وأنا متأكد بيفتح السلايد، بيفتح الامتحان والسلايدات بجنبه، يفتح، أنا ما راح أمنعه، لكن بحب أحكي له لن يكفيك الوقت، الوقت مش مصمم لأنك أنت تفتح سلايدات وتتأكد من الأجوبة من السلايدات، مهما كنت سريع إلا يروح عليك وقت. ففي ناس يعني جاوبوا الامتحان بنصف ساعة وأخذوا علامات عالية، وفي طلاب ما وصلوا للأسئلة الأخيرة وبيحكوا لي الوقت غير كفاية. الوقت بضل يعني هو يعني الامتحان هو عبارة عن معلومات موجودة في وقت محدد، لازم أنا أجاوب في هذا الوقت المحدد. وبما أنه إحنا تشالنج اللي أمامنا أوبن، الامتحان يعني أنا لا أنت شايفني ولا أنا شايفك وكله عن بعد، وبالتالي لو أنا بدي أعطي ساعتين للامتحان متأكد أن الكل راح يأخذ فول مارك، لأنه الأسئلة موجودة بسلايدات، يعني أكيد الكل راح يفتح ويتأكد من كل جواب. فإحنا الوقت محدد لشخص دارس عارف، بتطلع على الجواب يا عارفه بجاوبه صح يا مش عارفه مش راح أجاوبه. يعني لو صرفت عليه دقيقة أو دقيقتين أو فتشت في السلايدات راح يكون هيك أخذ من نصيب سؤال آخر. أنا هيك بكون أنهيت محاضرتي، فاللي ما طلع معي كريم الصورة أو الخيارات هو لسبب ضعف الإنترنت عندك، وأي حد عنده ملاحظة برضو يبعث لي. يلا يعطيكم العافية.